ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. نعم، ترفع بأخلاقك اسمه بها، لا تضحك مع السفهاء، فإنك لأن السفهاء هؤلاء لا يعرفون قيمة الآخرة، وإنهم دائما في ضحك ولهو في هذه الدنيا، كنا نخوض ونلعب في هذه الدنيا. لا لا، كن جادا في هذه الدنيا، ولا يعني هذا الإنسان لا يضحك أبدا، لكن لا تكون حياته كلها ضحك ولعب ولهو أبدا، وإنما يجب أن تكون حياة المسلم جد، أن يكون جادا في حياته، ولا مانع من أن يلعب أحياء ويضحك أحياء وكذا، لكن لا تكون هي السيبة الغالبة عليه الضحك واللهو، هذه دناءة في النفس، وإنما كل شيء يعطيه قدره. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك إلا تبسما، صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يعيش صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.